أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي الصغار والأعزاء. اليوم سأروي لكم حكاية ملونة. أجل ملونة لأنها حكاية نواف والألوان. لنقرأ. نواف صبي صغير يحب الألوان كثيرا ما عدا اللون البني. من يرتدي الثياب ذات اللون البني منكم؟ أنا لا تقولوا لنواف. يعيش نواف في مدينة صغيرة بيوتها من وحل وقش، لكن الوحل البني والقش أصفر مائل إلى اللون البني. ويا لسوء حظ نواف، مسكين يعيش في مدينة بنية. عندما يخرج نواف من بيته ليلعب ويتمشى يفكر كيف يمكنه تلوين البيوت. بقي أكثر من شهرين يفكر ويختبر أساليب التخطيط. أخيرا توصل إلى قرار نهائي. قال: سأضيف الألوان، كل الألوان، إلى اللون البني. وبدأ نواف يرسم المدينة على أوراق، يرسم البيوت والشوارع، وبدأ ينسق الألوان لتليق بعضها ببعض وكذلك البيوت. أخيرا حسم الأمر، لون نواف المدينة المرسومة وخفف اللون البني. بقي الآن أن يحول حلمه إلى حقيقة. غدا نعرف ماذا فعل نواف. فإلى اللقاء.